نظمت مؤسسة بصمة وفاء ورشة تدريبية عن الإدارة والحب، شاركت فيها من مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة من أجل الارتقاء بالعمل وتنمية مهارات الإداريين والعاملين. نشر ثقافة الإدارة بالحب من أجل الوطن وغرس مبدأ التعاون بين الإدارة والموظفين العاملين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، هذا ما سعت إليه منظمة بصمة وفاء من خلال ورشة عمل حول الإدارة بالحب، تضمنت عددا من الموظفين والإداريين من بعض المؤسسات الحكومية والخاصة. الهدف منها الأساسي هي التأهيل وتدريب الكادر في القطاع العام والخاص في الجوانب الإنسانية. المشاركون في الورشة أبدوا إعجابهم بالتدريب على الإدارة بالحب الذي سيعزز مدى العلاقة الحميمة والتعامل بالحب وإيجاد سبل مليئة بالحب للوطن ليتعامل بها الرئيس والمرؤوس في مناحي الحياة. الإدارة بالحب كانت اليوم دورة رائعة وجيدة لأنها تعتبر أسلوب مميز تنسج علاقة جيدة ما بين الكادر العامل والإدارة، وبذلك تحقق أهداف العمل الذي يسعى الجميع من أجلها. عندما تتحقق الإدارة بالحب تتحقق الأهداف بتكاليف أبسط وبعيدا عن العشوائية، بعيدا عن الاختلالات، لأن من يربط الجميع هو الحب. الإدارة بالحب منارة مضيئة لتطبيق الحب بالأفعال، لأن الأفعال بالحب تصنع نجاحات وعلامات التفوق في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، بغية النهوض بالمجتمع من خلال نشر الحب بين كافة أفراده وفي جميع التعاملات.